هناك فن جميل جدا يمكن الإنسان ما يلقي له أي اعتبار، ولكنه فن التخلي. نعم، إنك تتخلى عن بعض الأفكار أو المعتقدات أو الحاجيات أو البشر، يعطونك مساحة للراحة، يعطيك مساحة للتفكير. إذا أنت مثلا على صعيد الأشياء، خلنا نقول في الغرفة، في المنزل، في المطبخ، إذا تخليت عن بعض الأماكن راح تحس أن المكان يتنفس، كذلك قلبك. إذا تخليت عن بعض البشر راح تخلي مساحة أكبر ومجال أوسع أنك تدخل ناس جداد، أنك تدخل شخصيات جديدة ممكن أن يكون لها أثر جدا إيجابي عليك، على نفسيتك، على حتى عطائك وإيجابيتك. التخلي، أو خلنا نقول مبدأ let it go، هي أو هو شيء بمثابة أنك تعطي لنفسك الطريق والمجال للتنفس. لما تكون في غرفة محكورة متكدسة، مثلا خلنا نقول الأرشيف، مثلا في كل مكان أوراق وكل شيء متكدس فوق بعض والغبار بين يمين وبين يسار، هل من الممكن أنك تلاقي ذرة أكسجين واحدة تتنفسها بنقاء وبصفاء وبأريحية؟ لا أعتقد ذلك. لذلك فن التخلي هو من أروع الفنون اللي تخليك تعيش حياتك بإيجابية. لا تتمسك بالأفكار والمعتقدات اللي تخليك سجين لواقع أنت بس اللي عايش فيه. ليش؟ لأن الناس من حولك قاعدة تعيش وتطلع وتروح وتي، وقابلة للتغيير لأنها تعيش في ديناميكية الحياة. أما أنت فللأسف قوقعت نفسك في مجال معين وصرت أسير لأفكار معينة. ما حد، يعني ما في أي حد راح يتعب في هذا الموضوع إلا أنت. خلي الأفكار تمشي، خلي الدنيا تمشي، كل يوم عن يوم يتغير، وكل يوم إحنا ذواتنا خلايانا أفكارنا أيضا تتغير. لا تكون حبيس الماضي وتقعد تجلد نفسك بصوت الماضي، لا، خلي الماضي عبرة ودرس وتقدم إلى الأمام. دائما لما تتخلى عن شيء الله سبحانه وتعالى يعطيك شيء أفضل منه، وانت ما تعرف شنو السبب اللي خليت هذا الشيء يروح في حال سبيله، ولكنها حكمة من الله سبحانه وتعالى يحطيك في بعض المواقف وفي بعض الأمور اللي يراويك كيف أنك تقدر، نعم تقدر، أنك تتخلى، وأن الحياة ما توقف لا على شيء ولا على شخص ولا على فكرة. في ناس يعيشون سنوات حبيسين لأفكارهم أو حبيسين لعلاقة معينة ما يقدرون يطلعون منها لاعتقادهم ولظنهم أن إذا هذا الشخص ابتعد عنهم راح يموتون، أو إذا أنا غيرت هذه الفكرة راح أنا أصلاً يعني أموت ولا أقدر أني أنا أتعايش مع غير هذه الفكرة، لأنها فكرة تأصلت فيني وغرست في داخلي، فأنا كبرت عليها ولازم أتم عليها وأورثها للأجيال الأخرى. شو ما كانت هذه الفكرة أو منو ما كان هذا الشخص، ولكن هذا الشيء جداً خطأ. مثل ما الليل يتعاقبه النهار، مثل ما كل يوم يمر علينا يوم جديد، أيضا أفكارنا تتغير، وجهات نظرنا تتغير. ممكن أنا أكون مؤمنة بفكرة بالأمس، ولكن اليوم بعد التغيرات وبعد القراءة وبعد التجارب ومصاحبة الناس الإيجابيين والمؤثرين أشوف أن هذه الفكرة غلط. لما أقيم الأفكار أو أقيم الأشخاص، في ناس تعطي الأشخاص الانطباع الأولي فتقول أن هذا مثلا والله شخص مغرور أو أنه شخص متكبر، ولكن باليوم الثاني يصير قدامه موقف معين، موقف جدا بسيط، يقول لا والله هذا الشخص صراحة كفو عليه، هذا الشخص أنا غلط لما فكرت في هذا التفكير. إذن نحن لابد أن لا نكون أسراء لأفكارنا، إحنا لازم نكون في، يعني نواكب عجلة التغيير، سواء بالأفكار سواء بالمعتقدات. أبدا أبدا لا نظلم نفسنا بأن نخليها في زاوية معينة مبتعدة كل البعد عن هذه التغيرات اللي تحصل. القراءة، مجالسة الإيجابيين، الانخراط في التجارب، اغلط، ما في أي مشكلة، اغلط، حتى لو كان هذا الشيء يعني راح يعود عليك، أنت تظن أنه راح يعود عليك بشيء سلبي، ولكن لا، راح يعود عليك بشيء
إيجابي، لأن الشيء اللي أنت تعلمته أن هذا السلوك أو هذه الفكرة أو هذا المعتقد خاطئ، إذا أنت كسبت شيء جديد أضفته إلى خبرات حياتك. وعلى فكرة أي شيء في الحياة يصير لك هو نتيجة الأعمال اللي تقوم فيها. فإذا قلت لا أنا راح أحصر عمري وراح أتم في مكاني عشان ما أغلط، إذا أنت هني قاعد تهدم نفسك وقاعد تحفر قبرك بإيدك. تعلم من أغلاطك وخذ منها دروس وعبر.